ما في والا والله العظيم شو بطفشك من البلد كلها. انت تطفشني من البلد يا حبي. لك لا تقولي لي يا حبي، انا بكره هيك، فهمتي؟ بكره هيك. لك حلي عني بقى. انت لسه تحبني يا محسن، وبعدين مين محسب حالك؟ انا اقدر اطفشك انت وعمك السيد كمال من البلد. نسيت ايش سويت بيه؟ لا تحسبيني ضعيف يا فضة، وأنا بنصحك لا تحاصريني. أنا ذئب وقت بدي أصير ذئب. أنا مستعد أدافع عن ابني حتى لو على جثتي، حتى لو قتلت. لا تحسب إني جيت آخذ لك إياه يا محسن. أنا ماني بواقة، رغم إن نوفل ابني. لا، لك أنا بعرفك منيح يا هنوف السمرة. أنت ما تعرف أي شيء يا بعد عيني. أنا تركت لك إياه تجيبه وياك لما ترجع لي يا محسن. أنا أرجع لك؟ لك أنت مجنونة. لو كنت رايدة آخذ نوفل لحاله كنت أخذته من زمان. بس أنا ريدك وياه. ولا بمنامك. تعال شوف. هي آخر مرة بسمع إنك إجيتي لعندي على البيت. فهمتي؟ فهمت. هالحظ. رايح اقعد في البيت تستناك ترجع لي بيوم من الايام. يا بعد عيني يا محسن.